وللحديث عن استمرار ظهور مقابر جماعية جديدة في الموصل ودلالات ذلك، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. ماذا يعني ظهور مقابر جماعية جديدة في الموصل التي أشار إليها الدفاع المدني أنه يتحدث عن 100 جثة جديدة في الجانب الأيمن من الموصل؟ هذا يعني أن مدينة الموصل تعرضت لإبادة جماعية في تلك الفترة، وهذا يعني أيضا أنه لا يوجد هناك عملية إعمار، لأن لو كانت هناك عملية إعمار في مدينة الموصل لكان رفعت جميع هذه الجثث. نحن في كل يوم وفي كل أسبوع نشاهد وجود جثث تحت الأنقاض أو في داخل المدينة، وهذا يعني يثبت أن المدينة تعرضت إلى إبادة جماعية، ويثبت أنها هناك إهمال حكومي متعمد لهذه المدينة لإبقاء هذه الجثث بين السكان، وهذه حقيقة هي بحد ذاتها جريمة. نعم، لكن لماذا كل هذا التأخير في استخراج الجثث والكشف عن مصائر الناس الذين فقدوا في ذلك الوقت؟ هل ثمت ذرائع من الحكومة كافية لعدم البحث واستخراج هذه الجثث؟ لا يوجد أي عذر ولا يقبل أي عذر، سواء من الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية. هذه جثث داخل المدينة تحت الأنقاض، مقابر داخل المدينة. ما هو العذر؟ يعني 6 سنوات مضت على المعارك أو على نهاية المعارك، فبالتالي لا يوجد أي عذر إلا أنه هذا السبب، وهي هو الحقد الطائفي والحقد الفارسي على هذه المدينة التي كانت عبر تاريخها هي ركنا أساسيا في بناء الدولة العراقية. هذا أحد الأسباب الرئيسية، وما غيره يعني حقيقة كلها ذرائع غير مقبولة. السبب هو الحقد الطائفي على هذه المدينة، لأنها عبر تاريخها كانت ركن أساسي في بناء الدولة العراقية وبناء نظامها السياسي. نعم، وهذا بالتالي ينعكس على المدينة وعلى إعمارها كما تفضلتم قبل قليل. نعم بالتأكيد، هذا يعكس على 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 إعمارها وعلى صحة سكان المدينة. ما كيف يعني ستكون، ما هو نتيجة هذه الجثث عندما تتفسخ؟ احنا نتكلم عن 6 سنوات مضى عليها هذه الجثث وهذه الأنقاض. أين مؤتمرات كانت اللي تساهم يعني تنادي بقضية الإعمار؟ أين الشعارات في الانتخابات بإعادة الإعمار؟ أين التعويضات اللي تكلمت عنها الحكومات المتعاقبة من 2015-16 لحد الآن؟ كل هذا ذهبت أدراج الرياح، لأن كلها وعود كاذبة لا يمكن أن يعني تعيد بناء الموصل كما كانت عليه سابقا. فهذا هو سبب أنه الفساد والطائفية في إدارة الدولة هو الذي جعل المدينة تعاني ما تعانيه اليوم. للأسف هذا الكلام صحيح، ويبدو أن هناك تعمد لعدم إظهار هذه الجثث والضحايا، ويعني عدم منحهم التعويضات اللازمة، أعني لعوائلهم التي انتظرت سنوات طويلة حتى تعرف مصائر أبنائهم. يعني ماذا عن حقوق المدنيين يعني المقتولين في هذه العمليات، سواء على يد القصف الحكومي أو قصف التحالف الدولي؟ في بناء حقوق لأصحاب هذه المدينة، لا تعويضات لأصحاب هذه المدينة. اليوم حتى الميت يبتلى أهله به، حتى المتوفي يبتلى. تعال اثبت أنه يعني توفي في العام الفلاني، واثبت أنه لم يكن داعشيا، واثبت أنه مات بالقصف، واثبت أنه كان صبيا عمره 4-5 سنوات. هذه الإثباتات مطلوبة من عوائل معقدة. يعني هذا لم يحدث حتى في الحرب العالمية الأولى والثانية ما بين المتحاربين، يعني ما بين عدو وعدوه لم يحصل ما حصل. لاحظنا في ستالينغراد كيف حصل، ولاحظنا في برلين وفي باريس، كل هذه المدن حدث حروب وحدث فيها دمار، لكن يعيد بناء وتعامل وفق القوانين الدوليه، سواء للاموات ام للاحياء، سواء وفق الرابح والخسران. نحن لا نعرف كيف نتعامل مع الحكومه العراقيه. هل الموصل مدينه عراقيه؟ طيب كيف يتعامل مع هذه الجثث؟ كيف يتعامل سكان المدينه؟ من يعومهم؟ هل هؤلاء مواطنين ام رعايه؟ هذه كلها يعني اهالي الموصل حتى حق المواطنه في الدوله العراقيه الحديثه. نعم، قلت علينا إثبات أن هؤلاء هم من سكان المدينة. متى قتلوا؟ كيف قتلوا؟ هل هم من داعش أو من غيرها؟ هل مطلوب من الأهالي المكلومين منذ عدة سنوات أن يثبتوا كل هذه الأشياء؟ ليس من مهمتهم أن يثبتون هذا الشيء، ولكن هذا ما تتعامل به الحكومة، هذا الذي تتعامل به دوائر الدولة العراقية.
يعني طيب هؤلاء الأطفال ما هو ذنبهم؟ طيب هذه النساء هل هم دواعش؟ الأطفال هل هم دواعش؟ هذه قصة أنه حتى لهضم حقوق الناس و يعني أكل حقوق المواطنين بهذه الطريقة وبهذا التسويف. نحن أمام منظومة تحقد على منظومة سياسية حاكمة حاقدة على هذه المدينة بحيث أقصتها من كل شيء، وآخر ما قامت به تدمير هذه المدينة التي تعرضت لإبادة جماعية، فهي غبنت في حق السياسي بل غبنت حتى في حق كمواطن حق المواطن لم يعطي له. نعم. فهي تتعرض لإبادة. نعم، لماذا يراد لهذه المدينة مرة أخرى أن تبقى بهذا الواقع المزري والذي يؤثر سلبا على كل مناحي الحياة فيها؟ باختصار هذه المدينة كانت يعني أنا ذكرتك في بداية الحديث هي ركن أساسي في بناء الدولة العراقية وركن أساسي في بناء أي نظام سياسي، وأيضا قضية الطائفية معلوم أنه الموصل لمركز تنمية ولأي مكون، فكيف إذا نظام سياسي يعتمد على الطائفية ويتعامل مع مدينة تختلف معه فكريا وعقائديا من حيث القضايا المذهبية؟ كل هذه هي حاضرة في مدينة الموصل. هؤلاء الناس يعني أسوأ من هاروكا في عهده حاقدين على المدينة، بالتالي سوف يغبطون حقوقها، سوف يقتلون السكان، حتى الأحياء اليوم هم الأحياء يعني ما تبقى من المدينة من أحياء هم لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم، يعني يعانون معاناة يعني لا يعانيها أي حتى المهجرين في بلاد الغربة، ولا كأنهم هم مواطنين عايشين في دولتهم وفي بلادهم. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.